ينضم إلينا من لندن ديفيد مادن، محلل الأسواق المالية في مجموعة أكويتي. أهلا بك ديفيد. تاريخيا تعودنا فترة من النمو المضطرد والتضخم المنخفض امتد من منتصف الثمانينيات وحتى الأزمة المالية العالمية عام 2008. بين الأمس واليوم، ما هي أبرز المتغيرات؟ التغير الأبرز في آخر 24 ساعة هو أنه رغم أننا لم نرى تغيرا كبيرا في التضخم، لكن هناك تزايد في المخاوف من أن النمو الضعيف والتضخم المرتفع سيضغطان على الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر انعكس في المعادن الصناعية. رأينا النحاس يتراجع إلى أدنى مستوى في 17 شهرا، واليوم رأينا تراجعا في أسعار الفضة أيضا، وهذه المعادن هي مقياس لوضع الاقتصاد العالمي، وهي ما يدلنا على مستوى الطلب. وبما أننا نرى أننا تراجعات إلى أدنى مستوى في عدة أشهر في المعادن الصناعية، هذا يشير إلى أننا نتجه إلى نمو ضعيف في الأرباع القليلة المقبلة. عندما نتحدث عن التوقعات عامة وأفاق الاقتصاد في المرحلة المقبلة، تذهب جميع التحليلات في إطار انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار. كيف يمكن أن يعني يتم التحوط مقابل ذلك؟ بالتأكيد سيكون الوضع صعبا، فمع مرور السنين الناس كانوا في السابق طبعا يستثمرون في الذهب. سوق الذهب صمد مقارنة بالفضة، لكن في واقع الأمر الذهب يجد نفسه في وضع صعب، لأن الذهب مسعر بالدولار وهناك علاقة قوية عكسية بين الدولار والذهب. رأينا مؤشر الدولار مؤخرا يصل إلى أعلى مستوى في 20 عاما، وهذا الأمر دفع الذهب إلى مستوى متدن. طبعا رأينا الفرنك السويسري يؤدي دور الملاذ الآمن بقوة، والفرنك السويسري صمد مقارنة باليورو، وهو يصمد أيضا مقابل عملات السلع مثل الدولارين الكندي والأسترالي. بالنسبة للملاذات الآمنة، رأينا تراجعا في عوائد السندات، وقبل بضعة أسابيع كان هناك حديث عن أن عوائد السندات كانت عند أعلى مستوى في 10 سنوات، لأن سوق السندات كانت تحتسب المزيد من عمليات رفع الفائدة. أما حاليا فإن الناس يضخون الأموال من جديد إلى السندات، وهذا الأمر يضغط على العوائد. ليس هناك الكثير من الملاذات الآمنة في الوضع الحالي إلا السندات والفرنك السويسري، ربما سيظل الطلب عليها مرتفعا. أسألك مجددا عن الاقتصاد، آفاق الاقتصاد العالمي والمقارنة اليوم. هل الوضع الحالي هو نتيجة ظروف فريدة كجائحة تحدث مرة في قرن على أمل العودة إلى الاعتدال في المستقبل غير البعيد، أم هناك تحول هيكلي في حركة الاقتصاد العالمي ربما بهدف نزع العولمة التي أصبحت شيئا جديدا نتحدث عنه كثيرا، ما من شأنه أن يجعل التقلبات التي نراها الآن حقيقة جديدة؟ ما رأيك؟ الأمر أكثر ارتباطا بالعامل السابق، أي الجائحة التي تحصل لمرة واحدة في الحياة، وهناك الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا الأمر أدى إلى تعقيد الأوضاع بشكل كبير، فغالبية الارتفاع في الأسعار والتضخم اللذين نراهما كان ناجمين إما عن مشاكل سلاسل التوريد بسبب عمليات الإغلاق العام وإعادة فتح الاقتصادات لاحقا. فتحدثنا قبل قليل عن ارتفاع أسعار النفط، وأسعار النفط تعتبر مرتفعة جدا، وإن كانت المعادن الصناعية أسعارها تتراجع، فالبرنت والخام الأمريكي أسعارهما مرتفع، وهذا الأمر مرتبط بمشاكل المعروض، وهذا الأمر مرتبط بروسيا.
رغم أن الأمر أكثر ارتباطا بالجائحة وحرب روسيا في أوكرانيا، لكن سيكون هناك بعض التراجع في حركة العولمة. ففي آخر بضعة عقود كان هناك أكثر ترابط أو ترابط أكثر بالأحرى في الاقتصاد العالمي، لكن بسبب الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا، من الآن فصاعدا الدول سوف تحاول البحث عن شركاء تجاريين قريبين تتعامل معهم، وفي العديد من الحالات سيكون هناك البحث عن مصادر مهمة للطاقة. شكرا لك ديفيد مادن، محلل أسواق مالية في مجموعة أكويتي، كنت معنا من لندن، أهلا وسهلا بك. نهاية الحلقة، إلى اللقاء.